تركيب الرموش صار جزء أساسي من مكياج الصبايا، بس هلأ في موضة جديدة وهي اللاش إكستنشن. خلونا نتعرف عليها أكثر. شو الفرق بين تركيب الرموش العادي واللاش إكستنشن، وفي إلهم أي أضرار على الرموش الطبيعية أو لا؟ أكيد الرموش بتعطي جمالية للعين، إن كانت لاش إكستنشن ولا تركيب رموش عادية بيعطي جمالية للعين كتير حلوة. في عنا الرموش الأوفر اللي بتنحط بالسهرة أو العرس أو بشي مناسبة قريبة، وفي الرموش العادية اللي بتنحط أغلب الصبايا بتحطها بشكل يومي اللي هي ناتشورال لوك والطبيعية. الرموش بشكل عام إن كانت لاش إكستنشن ولا رموش عادية أكيد بتأذي العين، لازم نحن نريح الرموش رموشنا لحتى ونستخدم مثل مسكرة خصوصي للعين فيها مغذيات بين فترة وفترة لحتى نريح رموشنا ونخليهم يرجعوا يطلعوا مثل أول وجديد. الرموش العادية نحن بالتلزيق كثير مضر، نحن وقت نحط الرموش على الجفون ونرجع نشيلهم الرموش تبعنا أكيد عم نخسر رموش من اللي محطوطة، لو شو ما كان نوع اللزاق ولو شو ما كان نوع الرموش حتى. بس هلأ يعني نازلة موضة جديدة اللي هي اللاش إكستنشن، عم بتخلي الرموش ما تعود تهر مثل الرموش العادية، وعم تعطي ناتشورال لوك أكثر. هي طريقة بنحط مو على الجزر، على أبعد من الجزر بنتفة لزق خصوصي بيحمي الرمش، بيسمح له انه يطول هو والرمش، وحلاوته انه كل رمش برمشه بينحط على الرموش. هي فوائده للصبية اللي عندها رموش فاتحين شقرة حمراء او اللي كانوا بيعانوا من مرض الكانسر، فيهم هي يستعيدوا فيها عن الرموش الموجودة. وفي كمان صبايا اللي رموشهم قصيرة وخفيفة كمان عم بتساعدهم بهالموضوع. في أي تعليمات لازم تتبعها الصبية بعد ما تركب اللاش إكستنشن؟ بالنسبة لللاش إكستنشن نحن بحاجة إنه نعمل روتوش كل شهر، لأنه الرمش بالحالة الطبيعية بيتبدل. نحن بالموضوع الكثافة والطول نحن فينا نتحكم فيه حسب طلب الصبية، بس بالحالة يعني بالحالة العامة بنحط الطويل من آخر العين والقصير لداخل العين. كل قديش لازم نعمل روتوش لللاش إكستنشن حتى يضاينوا أكتر، وكم رمش بتحطوا، وشو طول الشعرة اللي بتزرعوها؟ التعليمات اللي هي إنه ما بصير تفرك عينها بشكل قوي، ما تستعمل ميك اب ريموفر فيه زيت، المي ما بتأثر عليها، المسكرة فينا نخفف منها، نحن عملنا تركيب رموش كرمال هي ما بتأذيها، بس أكيد ما بتأذي اللاشز، بس اكيد يعني بتخليهم يهروا قبل وقتهم. وكمان بدنا نقول لهم تعليمات انه نحن بنحطهم بننصح فيهم لمده 6 شهور والباقي استراحه كرمال نحمي الرموش الموجوده.